في سؤالها قبل الأخير تقول من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب الذين لا يكتوون، فماذا يفعل المؤمن إذا كان الكي ضروريا له عند مرضه؟ وهل إذا اكتوى وهو متوكل يبقى مرجوا من 70 الذين يدخلون الجنة؟ الكي جائز، هو نوع من أنواع العلاج، هو جائز لا بأس به، ولكن الأفضل تركه لما فيه من التعذيب بالنار، فالأفضل تركه، ولكن لو فعله فقد فعل أمرا جائزا لا بأس به، وتركه يكون من تمام التوكل، من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن المقربين هم الذين يتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، يتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات تورعا، ويفعلون الواجبات ويفعلون المستحبات، هؤلاء هم المقربون، ترك الكي هو من هذا، من ترك المكروهات. نعم. تقول وإذا فعل وهو متوكل يبقى مرجوا من 70 إذا فعل الاكتواء؟ ظاهر الحديث أنه لا يكون من 70، لأنه لا يكون من المقربين، قد يكون من الأبرار أو يكون من دونهم. نعم. لأن المسلمين طبقات، المقربون والأبرار ثم سائر المسلمين. نعم.